فضيلة الشيخ، ما حكم جمع الصلاة بنية السفر قبل التفرق، قبل البعد عن البنيان؟ نعم، الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر، وجائزة إذا كان نازلا في البر. أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع، لأن سبب الجمع هو السفر ولم يبدأ به الآن، فلا يجوز أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. كما أنه لا يجوز أن يقصر، لو قال أنا عازم على السفر بصلي ركعتين وامشي، قلنا لا يجوز. نعم.